السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن العشر قروش، الإصدار الأول الشهيرة بالسلطنة، لأنها كانت في عهد السلطان حسين. وهنعرف أماكن البيع والعرض والأسواق وشركات الشحن وكل شيء بالتفصيل، إنك تبيع في الأماكن دي هتعرف كل شيء بالتفصيل. مواصفات العملة دي تسمى بعشرة قروش السلطنة، وكذلك لأنها صدرت في فترة السلطنة المصرية تولى السلطان حسين. صدرت بتاريخ 17/7/1916 حتى 1917، لو كانت بحالة البنك. بحالة البنك يا جماعة 1916 بتعمل حوالي 40,000 جنيه وأكتر، لو هي بحالة البنك أنصر يعني. أما لو بتاريخ 1917 بتعمل من 6,000 جنيه تقريبا بدون أي كسرات أو أي عيوب من أي نوع، وإذا كانت فيها عيوب بتبقى من 5,000 جنيه إلى 15,000 جنيه بدون كسرات أو شيء يعني يهلك العملة، تمام. وحالة الأنصر بيتم تحديدها طبعا متخصصين بعد الكشف عليها بطريقة معينة، إضاءة معينة ودرجة معينة بتوصل ل70/70، فلازم. وطبعا التقييم بفلوس، وده طبعا مش وارد طبعا ان حد يقيم بفلوس طبعا، لان هتزيد ايه يعني 25%، اعتبره من اللي انت هتبيعهم هنا. يعني مثلا هتزيد ب100 جنيه تبقى 125 جنيه، لا مش مشكلة، انت هتدفع اكتر من كده لانك بتدفع بالدولار في التقييم. دي عملات بتبقى غالية يا جماعة، بتعمل الوفات الدولارات بيقيموها. التقييم ده بيتم في شركة بي ام جي و بي سي جي اس، دي ممكن تكتبهم على جوجل وتسجل عليهم بالجيميل بتاعك، وانت حر بقى، دي على مسؤوليتك بقى. بس ما فيش عملات بتخرج بره البلد يعني عامة ولا بتدخل. ونعرف اماكن واسواق وجروبات لبيع العملات والانتيكات والتحف. عندك السوق المفتوح، علي بابا، اوليكس، كام بكام، امازون، عندك القاهرة سوق ديانة، ده سوق بيقام كل يوم سبت 10 الصبح حتى 5 مساء، وفي في الاسكندرية كافي صيام محطة مصر، دي كل يوم 4 من 10 صباحا حتى 5 مساء. وفي عندك اماكن كتيريات، ولو انت ما انتش هنا من هنا او من هنا ممكن تتعامل مع عن طرق شركات الشحن. ممكن تكتب في وجه قبلي بحري، اكتب في جوجل اسم شركة فاست للشحن، ولو وجه قبلي اكتب رابيدو للشحن.